ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ഹദ്ദാദ് നമ്മളെ ചൊല്ലുകയാണ്. ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ആ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ മന്ത്രിക്കണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه اللهم وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليك من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا نبي الإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا نبي الإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا نبي الإسلام دينا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤذين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم انه لا اله الا الله 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 لا إله إلا 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 الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما مجدا مع الله ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بالعالمي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا بالعالمي إن الله يعلي درجات وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين يا رب العالمين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفياء أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجات وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لصاحب الراتب الكبير القطب الشهير اللبيب عبد الله بن علوي اللداد وعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة الفاتحة
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر له ويرحمه ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة روح نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة شيخنا سيام ولي الله المدبور قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات من ماتوا منا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظم وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير ومن سحر ساحر وعين عين وحسد ياسد ومكر ماكر وفتن مفتن وظلم ظالم ومن شر الوباء والطاعون. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا
واجع المعونة الحسنى لنا مددا يا ربي هيئ لنا من أمننا رشدا واجع المعونة الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى രണ്ട് കയ്യിലൂതി കണ്ണുമുഖൊക്കെ തടവി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെ മുറാദും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിഹാരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ ധാരാളം ആളുകളെ ഓഫീസിൽ വന്ന് ദുആരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചോലുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ നാളെ ഓഫീസിലുണ്ടാവും. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ 31-ാം തീയതിയിലെ നടക്കുന്ന മജ്ലിസ് ഇനി കുറച്ച് ദിവസമുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ലാ മറക്കരുത്. സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കുടുംബസമേതം എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളൊക്കെ റബ്ബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലി ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാഹു ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിരുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാൻ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയാൻ. അല്ലാഹുവേ ഇനി എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ ഇനി എല്ലാവർക്കും സമാധാനം കൊടുക്കണേ. അല്ലാ എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ. റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട്